لا يوجد سوى نوع واحد من البشر على كوكب الأرض حاليا، وهو أمر يبدو غير طبيعي بالنسبة لنا، لكن من الناحية التاريخية فهو أمر غير معتاد. فعلى مدار ملايين السنين جابت أنواع متعددة من البشر الأرض، حيث كان هناك تنوع كبير شمل أنواع صغيرة بحجم الأقزام إلى متسلقي الأشجار ذوي الأدمغة الصغيرة. اليوم سأتحدث عن كل الأنواع المعروفة على حدة وعددها على مر التاريخ. لكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، دعونا نتعرف على الراعي الرسمي لهذه الفيديوهات. الراعي الرسمي هو أنت عزيزي المشاهد، فمن خلال الإعجاب بالفيديو والاشتراك والنشر فأنت تساعد في ديمومة هذا المحتوى على اليوتيوب. وإذا أردت دعمي بشكل مباشر يمكنك ذلك من خلال استخدام ميزة شكرا أسفل الفيديو، وسأكون شاكرا لك بالمقابل. الآن قبل أن نتعمق في تفاصيل الأنواع البشرية المختلفة والتي عاشت عبر التاريخ، من المهم أن نفهم ما المقصود بالنوع. التعريف البيولوجي الشائع للنوع هو مجموعة من الكائنات التي يمكنها التزاوج فيما بينها وإنتاج ذرية خصبة، ولكن هذا التعريف البسيط يواجه تحديات كبيرة، ومنها التزاوج بين الأنواع القريبة. على سبيل المثال، الأسود والنمور تعتبر نوعين مختلفين بسبب اختلافات كبيرة في الشكل والجينات، ومع ذلك يمكنها التزاوج لإنتاج هجاء مثل اللايجر، وهو نتيجة تزاوج ذكر الأسد وأنثى النمر، وكذلك التايجون، وهو نتيجة تزاوج ذكر النمر وأنثى الأسد. الأمر الأكثر إثارة هو أن هذه الهجائن ليست عقيمة دائما، بل يمكنها التزاوج فيما بينها لإنتاج كائنات مثل اللايجون، مما يظهر أن مفهوم النوع ليس صارما كما يعتقد. أما عند دراسة البقايا البشرية القديمة، يصبح من الصعب تطبيق تعريف النوع البيولوجي، لأننا لا نستطيع اختبار قدرتها على التزاوج مثل الكائنات اللاجنسية كالبكتيريا التي تتكاثر لاجنسيا، مما يجعل تعريف النوع التقليدي غير مناسب. وكذلك الهجائن الطبيعية، فهناك أنواع بحرية تتهجن مع بعضها البعض، مما يجعل فصلها في تصنيفات صارمة أمرا بالغ التعقيد. بسبب هذه التعقيدات يعتمد العلماء على ما يصل إلى 26 تعريفا مختلفا للنوع، حيث يتم اختيار التعريف المناسب بناء على طبيعة الكائن الحي والبيئات المتاحة. هذا يبرز أن الطبيعة ليست صارمة أو ثابتة، بل إنما مرنة وسائلة، مما يصعب تصنيف الكائنات بدقة. تظهر هذه المشكلة بوضوح عند دراسة تطور الإنسان، فهناك نقاش دائم حول ما إذا كانت بعض البقايا الأحفورية تعود لنوع معين أو أنها تمثل نوعا جديدا. ونظرا لأن الأدلة غالبا ما تكون محدودة ومجزأة، فإن هذه التحديات التي وجب الإشارة إليها وإن كانت تعد لوحدها موضوعا مستقلا ومعقدا، تظل جزءا لا يتجزأ من دراسة تطور الإنسان، مما يجعل هذا المجال غنيا ومثيرا للنقاش ويحتاج إلى الكثير من التفصيل.
دعونا الآن نتحدث عن جميع الأنواع البشرية التي نعرفها حاليا، ولنبدأ بالعودة إلى أصل جنسنا البشري. تطور البشر الأوائل كان عملية تدريجية بدأت منذ ملايين السنين، وأقدم حفرية تنسب إلى جنس الإنسان تعود إلى حوالي 2.8 مليون سنة. الحفرية المكتشفة وهي فك سفلي تظهر مزيجا من السمات التي تميز بين الأسترالوبيتوكس، وهم أسلاف البشر القريبين، وبين الإنسان المبكر. ومع ذلك بسبب قلة الأدلة فمن الصعب الجزم فيما إذا كانت هذه الحفرية تعود لأول إنسان حقيقي. في الواقع لم يكن هناك إنسان أول، بل كانت هناك عملية تدريجية من الطفرات والتغيرات التي أدت ببطء إلى ظهور ما يمكن اعتباره أول نوع بشري. أول نوع بشري يعتبر جزءا من جنس الإنسان هو الإنسان الماهر هومو هابيلس. وأقدم حفرية معروفة لهذا النوع عمرها حوالي 2.3 مليون سنة، لكن يعتقد أن هذا النوع تطور قبل ذلك بحوالي 2.5 مليون سنة. كانت صفاته المميزة هي الزيادة في حجم الدماغ. كان متوسط حجم دماغ الإنسان الماهر أكبر بنسبة 40% مقارنة بأسلافه من الأسترالوبيتوكس. وكذلك يعتبر الإنسان الماهر هو أول من صنع أدوات معقدة تعرف باسم أدوات أولدوان، وهي أدوات حجرية استخدمها للقطع والتقشير. أما الشكل الجسدي لهذا النوع فكان لديهم مظهر يشبه القردة، وكانوا أقصر حجما مقارنة بالبشر الحاليين، لكن هيئتهم بدأت تظهر صفات أكثر إنسانية. وعلى الرغم من قدرتهم على المشي منتصبين، تشير الأدلة إلى أنهم قضوا وقتا كبيرا في الأشجار، ربما لحماية أنفسهم من الحيوانات المفترسة. يعتقد أن الإنسان الماهر هو الجد المباشر لكل الأنواع البشرية التي ظهرت لاحقا، ومع ذلك لم يختفي هذا النوع فجأة عند ظهور الأنواع الجديدة، بل إنما استمر في العيش لفترة طويلة حتى حوالي 1.5 مليون سنة مضت، إلى جانب الأنواع الأخرى التي تطورت منه. يمثل الإنسان الماهر نقطة تحول في تطور البشر، فقد كان بداية الاعتماد على الأدوات للحياة اليومية وزيادة القدرة العقلية ما مهد الطريق لتطور الإنسان الحديد. إن تأقلمهم مع بيئتهم الخطيرة يدل على مرونة وقدرة على البقاء وسط التحديات. هذه كانت البداية فقط، ومع تطور الزمن ظهرت أنواع بشرية أخرى تطورت وتكيفت مع بيئتها المختلفة، وسنتحدث عنها بالتفصيل في الخطوات القادمة. بعد ظهور الإنسان الماهر هومو هابيلس، ظهر في السجل الأحفوري نوع آخر يعرف بإنسان رودولفوانسيس أو هومو رودولفوانسيس. يعتقد أن هذا النوع عاش في نفس الفترة الزمنية تقريبا التي عاش فيها الإنسان الماهر، لكن بسبب قلة الأدلة الأحفورية المكتشفة فمن الصعب تحديد توقيت ظهوره بدقة. كان إنسان رودولفوانسيس أكبر حجما من الإنسان الماهر، وقد امتلك دماغا أكبر بنسبة 20% مقارنة بالإنسان الماهر، مما قد يشير ذلك إلى قدرات معرفية متطورة نسبيا. يعتقد أن إنسان رودولفوانسيس قد تطور من الإنسان الماهر، أو على الأقل كان وثيق الصلة به. مع ذلك لا تزال العلاقة الدقيقة بين إنسان رودولفوانسيس والأنواع البشرية الأخرى مثار جدل،
حيث يعتبره البعض فرعا جانبيا من شجرة تطور البشر وليس سلفا مباشرا. على الرغم من دماغه الأكبر وحجمه الضخم، احتفظ إنسان رودولفانسيس ببعض السمات البدائية التي كانت شائعة بين أسلاف البشر. هذه السمات جعلته أقل احتمالا ليكون السلف المباشر للأنواع البشرية اللاحقة. يعتبر إنسان رودولفانسيس أحد أكثر الأنواع البشرية غموضا في السجل الأحفوري. غالبية العلماء يرون أن هذا النوع يمثل فرعا منفصلا في شجرة تطور البشر، وهناك آراء تشير إلى أنه ربما يكون أقرب إلى الأسترالوبيتوكس منه إلى جنس الإنسان، لكنه يصنف بشكل شائع ضمن جنس هومو بسبب حجم دماغه ومورفولوجيته العامة. إنسان رودولفانسيس يظهر أن التطور البشري كان عملية معقدة تخللتها فروع متعددة لم تصل جميعها إلى الإنسان الحديد. دوره في شجرة التطور لا يزال قيد النقاش، لكنه يبرز كدليل على التنوع الغني في الأنواع البشرية المبكرة. كان النوع التالي الذي تطور هو الإنسان العامل، أو ما يعرف علميا بهومو إيرغاستر. ظهر منذ حوالي مليوني عام، ويعتبر أحد أكثر الأنواع أهمية في تطور البشر. يعتقد أنه السلف المباشر لمعظم الأنواع البشرية التي جاءت بعده، وخاصة الإنسان المنتصب. ورغم أن هناك جدلا في علم الأنثروبولوجيا القديمة حول تصنيفه، فإن دوره المحوري في التطور البشري لا ينكر. فغالبا ما يعتبر الإنسان العامل جزءا من نوع الإنسان المنتصب هومو إريكتوس، حيث يدرج كمجموعة فرعية أو نوع فرعي. لا يزال العلماء منقسمين حول ما إذا كان يجب تصنيفه كنوع مستقل أو كأول سلالات للإنسان المنتصب. كان الإنسان العامل أكبر حجما بكثير من أسلافه، وكان يقارب في حجمه البشر الحديثين، فقد امتلك بنية جسدية قوية تتناسب مع حياته كصائد وجامع، مما جعله أكثر قدرة على التكيف مع التحديات. وقبل حوالي 1.6 مليون سنة، أحدث الإنسان العامل قفزة نوعية في صناعة الأدوات. استبدل الأدوات البسيطة التي ورثها عن أسلافه، استبدلها بصناعة الأدوات الأشولية مثل الفؤوس اليدوية ذات الشكل البيضاوي. كانت هذه الأدوات أكثر تطورا ودقة، كما أنها تطلبت مهارات متقدمة في التصنيع. جعلت الأدوات الأشولية الحياة أكثر كفاءة، وساعدت الإنسان العامل على البقاء والتكيف مع بيئته بشكل أفضل. يعتبر الإنسان العامل أحد أوائل البشر الذين غادروا إفريقيا، حيث بدأ بالانتشار في أنحاء واسعة من العالم القديم. مع انتقاله إلى مناطق مختلفة، أدى تنوع البيئات والتحديات إلى ظهور تنوع كبير في النوع. يعتقد أن الإنسان العامل ساهم في ظهور ما يصل إلى 9 أنواع فرعية ضمن الإنسان المنتصب، مثل هومو إيريكتوس جورجيكوس في جورجيا، وهومو إيريكتوس سولوينسيس في جزيرة جاوا. رغم أن هذه الأنواع نادرا ما تذكر باستثناء الإنسان العامل، يعتبر الإنسان العامل أكثر تطورا من الإنسان الماهر، ولكنه أقل تطورا من الأنواع المتأخرة من الإنسان المنتصب، وقد شكل جسرا بين البشر الأوائل وأشباه البشر الأكثر تطورا، وساهم بشكل مباشر في بناء أسس السلوكيات البشرية المعقدة، سواء اعتبر نوعا مستقلا أم جزءا من الإنسان المنتصب. يبقى أثره في التطور الإنساني بارزا
ولا يمكن تجاهله. كان النوع التالي الذي ظهر والأكثر تطورا هو الإنسان المنتصب هومو إيريكتوس، وهو نوع متقدم من الإنسان العامل، وهو أحد أهم الأنواع البشرية في تاريخ التطور البشري وأحد أكثرها تأثيرا. كان هذا النوع البشري جسرا رئيسيا بين البشر الأوائل والبشر الحديثين، وساهم في العديد من الابتكارات التي وضعت أسس الحضارة الإنسانية. كان الإنسان المنتصب رائدا في العديد من المجالات التي ميزته عن الأنواع السابقة. يعتقد أنه كان أول من استخدم النار بشكل متحكم فيها للطهي والتدفئة، واستخدم تقنيات متقدمة في صناعة الأدوات، ما يعكس تطورا معرفيا كبيرا. وينسب إليه بناء المساكن البسيطة واستخدام الملابس للحماية من البرد، وصنع الرماح واستخدمها بفعالية في الصيد. وهناك أدلة تشير إلى أنه ربما مارس أشكالا بدائية من الفن. بلغ متوسط حجم دماغ الإنسان المنتصب حوالي 1000 سنتيمتر مكعب، أكثر بكثير من الأنواع السابقة مثل الإنسان الماهر. وهناك عينات أصغر مثل هومو إيريكتوس جورجيكوس الذي بلغ متوسط حجم دماغه حوالي 600 سنتيمتر مكعب، وهو حجم أصغر حتى من بعض أفراد الإنسان الماهر. بينما هناك عينات أكثر في جاوة بلغت أحجام أدمغة بعض الأفراد منها حوالي 1250 سنتيمتر مكعب، وهي قريبة جدا من متوسط حجم دماغ الإنسان الحديث الذي يتراوح بين 1300 و 1330 سنتيمتر مكعب. الإنسان المنتصب هو أول نوع بشري انتشر على نطاق واسع، مما جعله حجر الأساس للتنوع البشري. ويعتبر الإنسان المنتصب هو السلف المباشر لجميع الأنواع البشرية اللاحقة، بما في ذلك الإنسان العاقل هومو سابيان. وقدرته على التكيف مع بيئات متنوعة ساهمت في بقائه لفترة طويلة وانتشاره في مناطق عديدة. الإنسان المنتصب ليس فقط أكثر الأنواع البشرية شهرة، بل هو النوع الذي وضع الأسس الأولى لتطور البشر الحديثين. ابتكاراته وانتشاره العالمي جعلته نقطة تحول رئيسية في مسار التطور البشري. أعزائي، لكي لا يكون هذا الوثائقي طويلا ومملا جدا، قررنا أن نقسمه إلى أجزاء. لذلك أعزائي، نصل إلى ختام الجزء الأول من هذه الرحلة الممتعة والمثيرة عبر تاريخ البشرية وتنوعاتها. ففي الحلقة القادمة سنكمل الغوص في أعماق التاريخ لنكشف المزيد من الأنواع الغامضة التي لعبت دورا هاما في تشكيل مستقبلنا.